أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خدمة دروس. درسنا اليوم بسيط وجميل وممتع بعنوان الأشكال المستوية لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، فهيا بنا نتعلم تسمية الأشكال المستوية وتصنيفها. وننتقل أحبائي الطلاب إلى التمهيد التالي. بكل تأكيد أنك عزيزي الطالب قد رأيت مثل هذه اللوحات في الشوارع والطرقات، فألم يتبادر إلى ذهنك ماذا نسمي هذه الأشياء؟ أحسنت، نسميها المضلعات. فدعونا نتعرف أكثر على المضلعات وما يتعلق بها. أولا الشكل المستوي، وهو شكل ثنائي الأبعاد له طول وعرض. والمضلع وهو شكل مستوي مغلق من ثلاث زوايا أو أكثر وثلاث قطع مستقيمة أو أكثر. لاحظ أنه مغلق ويتألف من ثلاث زوايا على الأقل وأيضا ثلاث قطع مستقيمة على الأقل. ولنأخذ الآن بعض أشكال المضلعات واختلافها عن بعضها. أول شكل لدينا وهو المثلث، ومن خصائص المثلث أنه يتألف من ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا. الشكل الثاني الشكل الرباعي، وهو يتألف من أربعة أضلاع وأربعة زوايا. الشكل الثالث وهو الشكل الخماسي، وهو يتألف من خمسة أضلاع وخمسة زوايا. الشكل الرابع وهو الشكل السداسي، وهو يتألف من ستة أضلاع وستة زوايا. الشكل الخامس وهو الشكل الثماني، وهو يتألف من ثمانية أضلاع وثمانية زوايا. ولا تنسى أن هذه هي بعض المضلعات، فكما تلاحظ أنها مضلعات مغلقة وأيضا تتألف من ثلاث زوايا وثلاث قطع مستقيمة كما في المثلث، أو تتألف أكثر من ذلك كما في الشكل الرباعي أو في المضلعات الأخرى. وكما ذكرنا في التعريف أن المضلع وهو شكل هندسي مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر، ويمكن تصنيفه بحسب عدد أضلاعه. فما رأيك عزيزي الطالب؟ أي المجموعتين يصنف على أنه مضلعات؟ أحسنت يا بطل، نلاحظ أن هذه مجموعة مكونة من أشكال مغلقة وتحوي على ثلاث قطع مستقيمة على الأقل، فنسميها بالمضلعات. بينما المجموعة الأخرى نلاحظ أنها غير مغلقة كما في هذا الشكل، أو لا تحتوي على قطع مستقيمة كما في هذا الشكل أو في هذا الشكل. لذا هل أسميها مضلعات؟ ممتاز، بكل تأكيد لا، إذن هذه ليست مضلعات. ولننتقل أحبائي الطلاب إلى المثال الأول. أصف كل شكل مستوي مستعملا عدد الأضلاع وعدد الزوايا ثم أسميه. ما رأيكم في هذا الشكل؟ رائع، نرى أنه يتألف من ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا، فماذا أسميه؟ أحسنت، مثلث. ولنأخذ مثال آخر. أصف كل شكل مستوي مستعملا عدد الأضلاع وعدد الزوايا ثم أسميه. ما رأيكم ما اسم هذا الشكل؟ رائع يا بطل، نرى أنه يتألف من أربعة أضلاع وأربعة زوايا، فماذا أسميه؟ ممتاز، شكل رباعي. ولنأخذ الآن مثال آخر. أصف كل شكل مستوي مستعملا عدد الأضلاع وعدد الزوايا ثم أسميه. ما رأيك عزيزي الطالب؟ ما اسم هذا الشكل؟ رائع، نرى أنه يتألف من ثمانية أضلاع وثمانية زوايا، فما اسمه؟ رائع، شكل ثماني. ولننتقل بعد ذلك إلى التدريب الأول. حدد اسم كل مجسم مما يأتي. ماذا تلاحظ على الشكل الهندسي؟ أحسنت يا بطل،
نلاحظ أنه يتألف من 6 أضلاع و6 زوايا. فما اسمه؟ ممتاز، شكل سداسي. ولنأخذ سؤال آخر. ماذا تلاحظ عزيزي الطالب على هذا الشكل الهندسي؟ ممتاز، نلاحظ أنه يتألف من 4 أضلاع و4 زوايا. فما اسمه؟ أحسنت، شكل رباعي. ولنأخذ الآن سؤال ثالث. ما رأيك عزيزي الطالب ما اسم هذا الشكل؟ رائع، نرى أنه يتألف من 5 أضلاع و5 زوايا. فما اسمه؟ ممتاز، شكل خماسي. ولننتقل بعد ذلك أحبائي الطلاب إلى المثال الرابع. أسمي الشكل المستوي. مضلع له 3 أضلاع و3 زوايا. ما هو المضلع الذي له 3 أضلاع و3 زوايا؟ أحسنتم، هو المثلث. فكما تلاحظ أنه يحتوي على 3 أضلاع و3 زوايا. ولنأخذ سؤال آخر بسيط. مضلع له 6 زوايا. ما رأيك؟ ما اسم المضلع الذي له 6 زوايا؟ جميل جدا، هو الشكل السداسي. اشرح لماذا لا يكون شكل الطبق مضلع؟ من يجيب على هذا السؤال؟ رائع يا بطل، ذكرنا أن المضلع يتكون من قطع مستقيمة، والطبق كما ترى ليس له أضلاع، لذا فهو ليس مضلعا. ولننتقل بعد ذلك إلى تدريب جديد. اختر الإجابة الصحيحة. مضلع عدد زواياه أقل من عدد زوايا الشكل الرباعي. هل هو المربع أم السداسي أم المثلث؟ ما رأيك أي الإجابات هي الصحيحة؟ يقول زميلكم ذكرنا أن الشكل الرباعي يتألف من 4 أضلاع و4 زوايا، وفي السؤال يريد مضلع أقل من عدد زوايا الشكل الرباعي، بمعنى أنه أقل من 4 أضلاع و4 زوايا. فهل المربع يحتوي على أقل من ذلك؟ ممتاز، بكل تأكيد لا. طيب الشكل السداسي هل يحتوي على أقل من 4 زوايا و4 أضلاع؟ أحسنت، أيضا لا. فهل المثلث يحتوي على أقل من 4 أضلاع و4 زوايا؟ رائع يا بطل، فهو يحتوي على 3 أضلاع و3 زوايا، فتكون الإجابة كما ذكر زميلكم المثلث. ولننتقل بعد ذلك إلى تدريب جديد. اختر الإجابة الصحيحة. مضلع له 8 أضلاع و8 زوايا. هل هو الخماسي أم الرباعي أم الثماني؟ من يوضح لنا أي الإجابات هي الصحيحة؟ رائع يا بطل، يقول زميلكم نعلم أن الخماسي له 5 أضلاع و5 زوايا، إذن ليس هو الجواب المطلوب. أما الرباعي فكم عدد زواياه وأضلاعه؟ أحسنت، 4 زوايا و4 أضلاع، وفي السؤال يريد 8 أضلاع و8 زوايا، إذن ليس هو الجواب المطلوب. أما الشكل الثماني فكم زواياه وكم عدد أضلاعه؟ رائع، عدد زواياه 8 وعدد أضلاعه 8، وهو المطلوب كما في السؤال. إذن الإجابة الصحيحة هو الثماني. ولننتقل بعد ذلك أحبائي الطلاب إلى السؤال التالي. هل الشكل المجاور يعد مضلعا؟ أوضح إجابتي. من يجيب على هذا السؤال الجميل؟ ممتاز، يقول زميلكم أننا أخذنا أن المضلع هو شكل هندسي مغلق مكون من 3 قطع مستقيمة أو أكثر، وهذا الشكل وإن كان شكلا هندسيا مغلقا
إلا أنه ليس مضلعاً، لأن المضلع يتكون من قطع مستقيمة فقط، وهنا نرى أنه يحوي على قطعة منحنية. فشكراً لزميلكم على هذا الجواب الجميل، ولننتقل بعد ذلك أحبائي الطلاب إلى السؤال التالي. أسمي الوجه المضلل في كل مجسم مما يأتي. السؤال الأول أعطاني متوازي مستطيلات وقام بتظليل هذا الوجه وطلب مني اسم هذا الوجه، فما رأيك عزيزي الطالب، ما اسم هذا الشكل؟ تأملوا فيه جيدا. أحسنت، نرى أن الشكل يتألف من 4 زوايا و4 أضلاع، فماذا يكون اسمه؟ ممتاز، المستطيل. بالنسبة للسؤال الثاني، فمن يستطيع معرفة هذا الشكل المضلل؟ رائع، نرى أن الشكل المضلل له 3 زوايا و3 أضلاع، فماذا يكون اسمه؟ ممتاز، المثلث. بالنسبة للسؤال الثالث، فمن يستطيع معرفة اسم هذا الشكل المضلل؟ أحسنت يا بطل، نرى أن الشكل ليس له زوايا أو قطع مستقيمة، فنسميه دائرة. وبذلك نكون قد تعلمنا اليوم أن أسمي الأشكال المستوية وأصنفها. فالمضلع وهو شكل مستوي مغلق من 3 زوايا أو أكثر، و3 قطع مستقيمة أو أكثر. وأخذنا أنواع المضلعات، والشكل الأول وهو المثلث وبه 3 أضلاع و3 زوايا، المضلع الثاني وهو الرباعي وله 4 أضلاع و4 زوايا، المضلع الثالث وهو الشكل الخماسي وله 5 أضلاع و5 زوايا، المضلع الرابع وهو الشكل السداسي وله 6 أضلاع و6 زوايا، المضلع الخامس وهو الشكل الثماني وله 8 أضلاع و8 زوايا. وبذلك نكون قد انتهينا من درس الأشكال المستوية. وأخيرا أسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.